كل التحيه لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه. اهلا وسهلا بيكم بعد بدايه موفقه، مش عايز اقول رائعه ومش عايز ادي الامور اكتر من او اكبر من حجمها. المباراه يمكن طبعا الاهلي حقق الغرض الاساسي منها وهو الفوز وضمان باذن الله التاهل لدور المجموعات، ومن هنا يبدا الجد ونستنى القرعه ونشوف الدنيا فين. عندنا ماتش تاني طبعا يوم الجمعه، لكن اعتقد انه التاهل أصبح بنسبة كبيرة جدا مضمون، وخصوصا المباراة امبارح كانت مباراة الذهاب. نتيجة وفوز مريح، فوز مطمئن، وخليني أقول بين قوسين كده إنه بأقل مجهود، يعني اللعيبة لعبت المباراة على قدها. يمكن وأنت بتستنى الماتش كده مستني تشوف وجبة كروية دسمة زي ما بيقولوا، يعني مستني تشوف الأهلي بتقله، لكن الحقيقة يمكن الماتش ما عبرش عن ده، أو يمكن وده وارد على فكرة، ولازم نفهمه إنه على مدار الموسم اللي جاي هيبقى في ماتشات يطلق عليها اللعب التجاري، الهدف منها انك انت تحقق الهدف المطلوب، الفوز والتاهل او الفوز وضمان النقاط، لانه استحاله مفيش فريق في الدنيا هيلعب الكم الكبير جدا من الماتشات اللي هيلعبها الاهلي الموسم ده في كل البطولات دي على مستويات منافسه صعبه جدا، ومطلوب منه يحقق كل الالقاب، وهتلاقيه قادر يقدم لك المتعه في جميع المباريات. لكن خلينا نقول انه باقل مجهود استطاع الاهلي انه يتجاوز المحطه الاولى من محطات سان جورج، ويتبقى محطه اخيره او محطه ثانيه هيكون معادنا ولقائنا فيها يوم الجمعه القادم باذن الله. امبارح الحقيقه يمكن الاهلي، وده يمكن هيكون القسم المشترك، يعني الاهلي قبل تسجيل اول هدف غير الاهلي بعد تسجيل اول هدف، سيناريو الماتش بيختلف، الاعصاب بتبقى اهدى، الكوره بتبقى افضل، المتعه بتبقى اكتر. واتمنى دايما انه يمكن يعني اكتر حاجه كانت بتميز مرحله جوزيه، سيبك من قصه انه جوزيه مدرب من المدربين العباقره، يعني جمهور الاهلي بيحطه في حته لوحده، وسيبك من انه الجيل اللي معاه كان جيل يعني عظيم، جيل من 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 اعظم الاجيال اللي مثلت النادي الاهلي، يعني تقدر تحطه في مقارنه مع اي جيل وانت مرتاح. لكن اكتر حاجه كانت بتميز جوزيه شخصيته الهجوميه، بفتكر كويس جدا انه جوزيه بينزل عايز يحط جون في اول 10 دقائق، اول 10 دقائق اول ربع ساعه بالكثير الاهلي يبقى مسجل، والاستثناءات قليله جدا يمكن ما تفتكرهاش، يعني الماتشات اللي الدنيا عقربت فيها مع النادي الاهلي في فتره الجيل ده او مع مانويل جوزيه كانت قليله جدا، دايما الاهلي بيضرب في اول ربع ساعه سيناريو الماتش بعد كده بيبقى في منتهى السهوله. فاتمنى ان شاء الله باذن الله وسكواد الاهلي السنه دي والتيم بتاع الاهلي السنه دي قادر يعمل ده في الماتشات اللي جايه.